شيع أهالي قرية النبي صالح غرب رام الله جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي والذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. وكان الطفل التميمي قد أصيب برفقة والده مساء يوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال والمقام على مدخل القرية. سنتين وخمس شهور يعني ذنبوا انه طفل فلسطيني، ذنبوا انه طفل فلسطيني بس رشوه اعدموه. لم يغب مشهد استشهاد الطفل محمد الدر الذي قضى ابان الانتفاضه الثانيه عن ذهن مروه التميمي، وهي تنتظر وصول جثمان طفلها محمد لتودعه بقبلاتها الاخيره. عقدان بين المشهدين، استشهاد الدر والتميمي، لكن القاتل واحد وطريقة تنفيذ الجريمة أيضا واحدة، فكلا الطفلين تعرضا لإطلاق نار برصاصات الاحتلال وهما في حضن والديهما. بطالب في محاكمة دولية لأنه أنا حرمة بيتي انهانت لما أنا كنت قاعدة بأمان وسلام، وأنا وابني ألاعب في ابني وفجأة أشوفهم ارتشوا قدامي زوجي وابني. أنا بطلت أتحمل، يعني أنا بكوي في حالي كرمال زوجي وابني. ابني لما عمره 8 سنوات امبارح ما قدر يفوت بيتنا، سيارتنا زوجي ما قدر يركب فيها. أنا بدي محاكمة دولية، بكفي ظلم بكفي إرهاب. رصاص متفجر طال الطفل محمد ووالده بينما كانا داخل المركبة في ساحة المنزل. اخترق الرصاص رأس محمد ليستشهد بعد 4 أيام من إصابته، ليخرج الاحتلال برواية كاذبة تزعم أن الجندي قد أخطأ في التعرف على المستهدف. أنا بوثق الأحداث في القرية من بداية 2010. تلك الليلة لم أرى همجية بالشكل في الإطلاق النار والغاز والمطاط والإسفنجي بهذا الشكل الهمجي باتجاه الناس. كان يتم الإطلاق على كل شيء يتحرك، على أي شباك ممكن حدا يضوي البيت ويطفي كانوا يستهدفوا الشباك. طفل يشيعه أطفال، هكذا ودعت قرية النبي صالح شهيدها الصغير بجنازة تنافس فيها الكبار والصغار على حمل نعشه. هكذا تعيد قصة محمد التأكيد مجدداً على بشاعة الاحتلال وسجله الحافل بجرائم اغتيال الأطفال، فمنذ بداية العام الحالي قتل 28 طفلاً. من قرية النبي صالح قضاء رام الله، آية الخطيب، رؤيا.